على الاستوديو. احنا طبعا بنرحب بمستر انيبال مناف رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله. اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي يا فندم. Yes. Good evening. نعم، مساء الخير. مستر انيبال، يعني في البدايه احب اعرف شعور حضرتك كرئيس الاتحاد الافريقي، وفي حدثين كبار بينظموا في افريقيا النهارده، يمكن اول مره بيتنظم كاس العالم للانديه في افريقيا، والبال تصفيات البال الافريقيه كمان بتعمل في مصر، يعني اكيد عايزين نعرف شعورك. أعتقد أن هذا شيء جيد للغاية بالنسبة لإفريقيا، خاصة وأنه هائل بالنسبة لمصر. فكما تعرف نحن ما زلنا في وسط الجائحة، جائحة كوفيد-19، وتحديدا نحن نحاول أن نقيم ونحن نعاني من الكثير من المتحورات كما تعرف، وهو ليس بالأمر السهل تنظيم أنشطة وتنظيم مباريات ومنافسات وأيضا المشاركة في المنافسات في ظل الجائحة. وعندما يكون لدينا دول تستطيع أن تنظم هذه الأنشطة خاصة في إفريقيا، يجب علينا أن نكون فخورون للغاية وفخورين للغاية. ولكن على الجانب الآخر، هذا تحدي كبير بالنسبة لنا جميعا، لأن ما نريده هو أن أن مصر تستضيف هذه البطولة وأن تكون ناجحة في مصر، وفي النهاية هذا ما نريده جميعا بالتأكيد. وكما قلت من قبل، نحن سعداء وفخورين أن هذه المنافسة ستتم، هذه البطولة ستتم أو ستنظم في مصر، ونعرف أن مصر لديها منشآت كثيرة فيما يتعلق بالملاعب، بالفنادق، ولديها أيضا خبرة كبيرة فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية. ونحن نعتقد ونؤمن أن البطولة ستكون ناجحة للغاية في مصر، وأن مصر ستمثل أفريقيا بصورة جيدة للغاية. طبعا يعني ان شاء الله تبقى البطوله على القدر باذن الله اللي يتوقعه توقعات الاتحاد الافريقي. طبعا واجي لحضرتك في امر مهم، وهي بطوله الانديه او البال باسكتبول افريكان ليج. امتى هيتم الاعلان عن المجموعات ونظام المسابقه؟ يمكن الشكل العام للمسابقه في بعض الامور لم تتضح، بعد امتى ان شاء الله سيعلن الاتحاد الافريقي او الام بي اي بالاتفاق طبعا مع الام بي اي عن نظام البطوله ومواعيد المباريات وكيفيه التاهل؟ نعم، سيتم الإعلان بضعة أيام قبل البطولة كأس العالم، وكأس العالم سيبدأ في 11 من فبراير في القاهرة، وفي 8 من فبراير سيتم الإعلان عن البطولة ستكون هناك بطولة في داكار، وسنقوم بالإعلان عن الفرق، وأيضا في الوقت نفسه سيتم القرعة وسيتم التعرف على الفرق المشاركة. سيكون لدينا هذه المعلومات في القريب العاجل، وفي نفس الوقت سنعرف من سيلعب بالتحديد في القاهرة، ومن سيلعب أيضا في داكار. مستر انيبال، هل معروف مكان القرعة؟ يعني في أي مكان ستقام قرعة البال يوم 8 فبراير إن شاء الله؟ نعم، في 8 من فبراير. نعم، فين هتقام؟ فين يعني؟ هل هتقام في مقر الام بي اي او في على افريقيا؟ يعني ستقام فين القرعه؟ القرعه ستكون في داكار في السنغال.
ممتاز ان شاء الله. يعني 8 فبراير سيتم معرفه نظام البطوله جيدا. طيب ده ياخدني لسؤال اخر، هل طبعا زي ما حضرتك شفت النجاح الباهر طبعا في هذه البطوله، وكان شراكه طبعا مع الام بي اي شراكه ناجحه حتى الان، وافريقيا اصبحت متابعه هذه البطوله بشكل جيد، هل في مخطط في المستقبل لزياده عدد الفرق المشاركه من الدول خاصه اللي فيها باسكت بول متطور زي مصر مثلا؟ هل في احتمال في القريب اننا نزود اعداد الفرق المشاركه في بطوله البال؟ إذن كما تعلم نحن كان لدينا النسخة الأولى في العام الماضي في ظل ظروف صعبة للغاية كما تعلم بسبب كوفيد-19، وتعلم جيدا أن في العام الماضي لم نستطع اللعب كما كنا نريد وكما كان مخطط، وأيضا هذا العام نحن ما زلنا في هذه الإشكالية، إشكالية كوفيد-19، ولهذا هذه المنافسات لن يتم خوضها كما كنا نخطط. خطتنا كانت أن يكون لدينا مجموعتين، كل مجموعة 6 فرق، وكل مجموعة يجب أن تلعب في هذه البطولة في 3 دول مختلفة، وأيضا بالإضافة إلى النهائي، لأن وبسبب كوفيد-19 اضطررنا إلى تقليص عدد الدول التي سيتم اللعب فيها. هذا يعني أن الآن أولويتنا تصب في أن نلعب بطريقة يمكن أن تمكننا كما كنا نخطط في السابق كما خططنا، وبعد ذلك سنحاول ونفكر في كيفية أو كم عدد الفرق، إذا كنا سنزيد من عدد الفرق أم لا، أو إذا كانت ستكون هناك طريقة أخرى أم لا. في هذا التوقيت ليس من أولوياتنا أن نفكر في زيادة عدد الفرق، ولكن أولويتنا الآن في هذه المرحلة هو أن نلعب أكبر عدد من المباريات كما خططنا. هذه أولوياتنا في المرحلة الراهنة. أما فيما يتعلق بعدد الفرق سنناقشها فيما بعد. نعلم حجم التحديات اللي بيواجهها الاتحاد الافريقي لكره السله طبعا عشان يستطيع اقامه البطولات في ظل طبعا جائحه كورونا، واكيد طبعا ضعف الامكانيات في بعض المناطق. فانا اعلم قدر المسؤوليه الملقاه على عاتق حضراتكم، ولكن خلينا نروح لسؤال ثاني، يمكن المنطقه الخامسه، وانا اشرف باستضافه المهندس شامل حريري رئيس المنطقه الخامسه. الحقيقه يعني تم تاهل 5 فرق من المنطقه الخامسه لبطوله افريقيا الماضيه، وايضا تاهل 5 فرق من المنطقه الخامسه الافريقيه لتصفيات كاس العالم، ومشاركه 3 انديه في البال الافريقي من المنطقه الخامسه. هل يرى هذا نجاحا في حد ذاته، ان كان دائما كره السله مركزه في غرب افريقيا، الان شرق افريقيا بتشهد يعني نهضه في كره السله، هل هذا الامر يصب في مصلحه كره السله في افريقيا؟ يمكن معلش الخط قطع مع مستر أنيبال، يعني كنا نتمنى ان شاء الله ناخد منه بعض